احب اعرف بقى شخصية عبده الحمودي اللي اتعرض دلوقتي، عايزة اعرف جهزت لها ازاي. هل مثلا اتفرجت على الفيلم اللي اتعمل في 62؟ هل مثلا قريت عن الشخصية كتير، ولا اكتفيت بس بالسكريبت والورق وان انت تبني الشخصية في وحي خيالك؟ لا، يعني قريت 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 عنها. قريت عن حياته الحقيقية يعني جدا. فلقيت نفسي يعني أنا يمكن انا طبعا انا عبد الحمودي كان حاجه كبيره قوي يعني، أكيد. فقلت انت مين انت عشان تمثل عبد الحمودي يعني برضو. أيوة فكان طبعا فضل من ربنا سبحانه وتعالى ان مازن الغرباوي ويختارني في العمل ده. طبعا مفروض. فقلت الحاجه الوحيده انك انت تقدر توصل لشخصيه عبد الحمودي كان مين، كان ايه بالظبط، كان وبيحب ألمز ازاي يعني، أيوة بس بطريقتي بقى يعني. ممكن انا ابقى بطريقه وائل الفاشني، مش هنقول طريقه 20 يعني 21 لا خالص، بس يعني ايه، انا صعيدي. فلما قريت عن عبد الحمودي فلقيت لا، راجل عنده نخوه كده وراجل بيحب حسيت قوي ان هو شبهك؟ اوكي. فحسيت ان الشخصيه مش بعيده عني، فقبلت الدور لان انا كنت خايف جدا، واللي يمكن لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي